بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما، صدق الله العظيم. الأخوة المواطنين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم في المؤتمرات أو الإجازات الطبية والصحفية، المؤتمر الاستثنائي بتاريخ 17/5/2020، والذي سوف نتحدث فيه بإذن الله عن الوضع الوبائي العالمي والوضع الوبائي المحلي، ومن ثم نعرج على الإنجازات التي قامت بها اللجنة العليا واللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، ومن ثم سوف نعرض عليكم نتائج المسح العشوائي الذي قامت به اللجنة العليا واللجنة الطبية الاستشارية بوجود عدد من الأساتذة الأفاضل الذين سوف نقدمهم بإذن الله عندما نبدأ في الشرح على هذه الدراسة. بداية طبعاً هنشرح على الوضع الوبائي. طبعاً لازم نذكركم بالوضع الوبائي العالمي، لازال الفيروس مستمر في الانتشار. عدد الحالات تقريباً لحد الساعة السادسة من مساء هذا اليوم 4,500,000، عدد الوفيات وصل 308,000 حالة. بالنسبة لإقليم الشرق المتوسط ما زال عدد الحالات في ازدياد وعدد الوفيات في ازدياد. بالنسبة للوضع الوبائي، طبعا الوضع الوبائي المحلي اللي هو أمامكم هو الوضع الوبائي اللي في آخر إجازة علمي حكينا عليه. الحالات لا توجد لدينا حالات نشطة، عندنا 4 حالات شفاء بفضل الله، لا توجد عندنا وفيات، والمجموع الكلي 4. طبعا هذا ما يخص الوضع الوبائي في مدينة مغازي، لكن الوضع الوبائي اللي للدولة ككل، طبعا عارفين ان النتائج يصدر فيه المركز الوطني للوقاية من الأمراض. عندنا 65 حالة اللي هي الحالات الكلية، عندنا 27 حالة نشطة، عندنا 35 حالة شفاء، وعندنا 3 حالات وفيات. هذا بالنسبة للوضع الوبائي المحلي. نجو توا لموضوع مهم جدا. واحدة من أكبر عملية إعادة المواطنين العالقين من خارج ليبيا جرت في إقليم شرق المتوسط، قامت بها دولة ليبيا. طبعا العملية هذه شاركت فيها القيادة العامة، الحكومة الليبية المؤقتة، اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وكذلك اللجنة الطبية الاستشارية. سخرت جميع الإمكانيات لرجوع أخواننا المواطنين اللي كانوا عالقين في الدول المجاورة أو حتى في الدول البعيدة. طبعاً عدد الأخوة المواطنين اللي تم رجوعهم لأرض الوطن حتى تاريخ 16/5/2020 4,432 مواطن. طبعاً لازال الرجوع مستمر، وهذا عدد ضخم جداً، دخل عن طريق منفذ مساعد البري وعن طريق منفذين جويين، هو مطار بنينة الدولي ومطار لبرق الدولي. طبعا بالنسبة للأخوة الراجعين خضعوا للحجر الصحي المشدد، بمعنى حجر صحي إجباري في الفنادق اللي جهزتها الحكومة الليبية المؤقتة. طبعا مجهزات بالكامل، وفيهن أطقم طبية لرعاية المرضى اللي هم موجودين في هذه الفنادق. أقيمت التحاليل الطبية لجميع الأخوة الراجعين عند وصولهم لممافذ أو في الفنادق، هو التحليل الأول، وسوف يقام التحليل النهائي بعد ما هم يطقوا الأسبوعين. بعد أسبوعين إن شاء الله لما يطلع نتيجة التحليل سالبة يخرجوا ويردوا للمجتمع ويعيشوا بيننا بسلام. طبعا النقاط أو المحاجر اللي تمت إعدادها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة أو الحكومة الليبية وبين اللجنة العليا للمكافحة مكافحة وباء كورونا، 35 موقع للحجر في البردي وفي طبرق وفي درنا وفي البيضة في سوسة في المرج في جردس في بنغازي في جدابية في البريقة في خليج سرت وفي جانب. عدد من أنهوا مدة الحجر حتى تاريخ 16/5/2020 يعني أمس 1,150 بعد خضوعهم للتحاليل الطبية وإثبات خلوهم من الفيروس. هذا الإنجاز إنجاز ضخم جداً، أقيم بأيدي ليبية خالصة من القيادة العامة والحكومة الليبية واللجنة العليا واللجنة الطبية الاستشارية والهلال الأحمر وبالكشاف. جميع الجهود تضافرت لإنجاح رجوع العالقين، ونحن ما زلنا مستمرين لإرجاع كل ليبي إن شاء الله موجود في الخارج
ويد الرجوع إلى ليبيا. سوف تقوم الحكومة الليبية بإذن الله بإرجاعهم وخضوعهم بس للحجر الصحي. بس في نقطة قبل أن نمشي للشريحة الأخرى، الشكر والتقدير للناس اللي جوا أو وصلوا إلى ليبيا عن طريق المنطقة الغربية وخاصة من تركيا. إحنا ممنونين جدا من الناس اللي جوا من المنطقة الغربية عن طريق المطارات اللي غادي من تركيا بالذات، وجونا لغاية المستشفيات اللي هو مركز مغازي الطبي، وقدموا أرواحهم للحجر الصحي الإجباري. كان بإمكانهم الذهاب إلى بيوتهم مباشرة، لكن الحس الوطني والحس الصحي خلاهم أن يجونا، وفعلا قدمنا لهم الرعاية الطبية، أنزلناهم في فنادق، هم تحت الآن تحت الحجر الصحي الإجباري، فلهم منا الشكر والتقدير. ونود أن أؤكد أن على جميع الليبيين الخارجي اللي هم حيردوا إن شاء الله في المدة القادمة، وخاصة من المنافذ الغربية اللي هم راجعين، أنهم يقدموا أنفسهم للجنة الطبية الاستشارية في مركز مغازي الطبي، ونحن سوف نتكفل بإجراء المسح العينات الطبية وإجراء إسكانهم في الفنادق إلى حين إن شاء الله استكمال فترة الحجر اللي هي فترة أسبوعين، وبعدين من ثم خروجهم للمجتمع. لهم منا الشكر والتقدير على هذا الحس الوطني. نحن لا ننسى إخواننا في معمل كوفيد 19 الموجود في مركز مغازي الطبي والموجود في مركز الأمراض الصدرية كويفيا، عمل جبار يقوم به هؤلاء الأطباء على مدار الساعة. احنا لو تتذكروا في آخر مؤتمر صحفي كنا ختمنا آخر مؤتمر صحفي على عدد 330 عينة مسح أنفي حلقي أو حلقي. عدد الحالات اللي هي عدد الحالات الحمض النووي اللي هي البي سي آر لغاية يوم 16/25/20 يوم أمس 1470 حالة، يعني إحنا زدنا 300% من إنجازنا السابق، عدد كبير جدا قمنا بمسحه. العدد الأضخم منا هو تحليل الأجسام المضادة، قمنا بأكثر من 6300 عينة للأجسام المضادة، ومازلنا مستمرين إلى أن نوصل إلى أكبر عدد ممكن من المسحات ومن الأجسام المضادة في كافة المناطق اللي تخضل تحت الحكومة الليبية بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للعينات اللي تم سحبهن، هذين المناطق طبعا مهم لازم نقولوها، لأن احنا غطينا رقعة جغرافية كبيرة جدا، بنغازي، بيضة، طبرق، جدابية، سوسة، الكفرة، أمر الزم، سبها، سرت، قصر ليبيا، أوجلة، مراوة، مساعد، درنة، البريقة، مرزق. يعني المساحة الجغرافية اللي غطاها معمل كوفيد 19 يعني تقريبا شرق ليبيا وجنوب ليبيا الشرقي والغربي. طبعا هذه كلمة شكر وكلمة حق لازم تقال للناس اللي تشتغل في المعمل، تقريبا فيه جزء كبير منهم هذه اللحظة ما روحش حتى لبيوته. بالنسبة للإنجاز الثالث، إنجاز كبير جدا في مجال التدريب، احنا في المؤتمرات الصحفية السابقة حكينا على هذا الإنجاز، لكن اليوم نحن نوثق فيه بالأعداد. أولا نوع التدريب، استعمال معدات الوقاية الشخصية، صفة المتدربين أطباء ممرضون فنيون مفتشون صحيون، عدد المتدربين 681 متدرب، العناية الفائقة وأجهزة التنفس الصناعي طبعا أطباء 64 متدرب، إجراء تحليل بي سي آر اللي هو يتبع المعمل كوفيد، فنيون واختبارات 18 متدرب. منين كانوا المتدربين؟ بنغازي، سلوك، توكرة، قمين، سلبيار، الكفرة، شغبوب، طبرق، المرج، البيضة، درنة، جدابية، البريقة، سرت، جالو، الجفرة، أوباري. أزال رقعة كبيرة جغرافية كبيرة جدا غطاها المعمل، غطاها التدريب، سواء كان في الألبسة الواقية أو العناية الفائقة أو في معمل الكوفيد. لهم منا جزيل الشكر. نجول عمل الرصد والتقصي. احنا عندنا شريحتين حنحكوا عليهن توا، وهذين من أهم الشرائح العلمية اللي حنحكوا فيهن بعد شريحة المسح الطبي العشوائي اللي هي كانت نتائجها مبهرة حتى للدول المجاورة. احنا درنا مقارنة بسيطة جدا بين عدد الحالات، المقارنة بين معدل إيواء حالات الأمراض التنفسية في مركز بنغازي الطبي لأنه هو أكبر مستشفيات المنطقة الشرقية، المقارنة بين 2019 و2020. خذينا شهر واحد بس، هو شهر أبريل في 2019 وشهر أبريل في 2020. متوسط اليوم من الحالات في أبريل 2019 كان 2.16 حالة، هذا السنة اللي فاتت قبل كوفيد. متوسط اليوم من الحالات في أبريل 1.66 حالة. طبعا بعد ما نشرح الشريحة الثانية حنقول لكم شنو المعنى النزول المهم
من الناحية الإحصائية بين 2.1 و1.6 ما بين شهر أبريل في 2019 وشهر أبريل في 2020. الشريحة الثانية هتحكي على المعدل اليومي لزيارات حالات الأعراض التنفسية لقسم الطوارئ. طبعاً خلينا شهرين، شهر أبريل وشهر مايو. معدل الحالات يومياً في شهر أبريل للأمراض التنفسية كان 14 حالة. معدل الحالات في شهر 5 كان 6 حالات، يعني انحدار كبير في الحالات ما بين شهر 4 وشهر 5، وانحدار كبير في السنة السابقة 2019-2020 في شهر أبريل للمقارنة. شو المعنى؟ المعنى الأول أن الإجراءات الاحترازية اللي قامت بها الحكومة الليبية واللجنة العليا واللجنة الاستشارية أتت أكلها، أن معدل الإصابات بأي مرض تنفسي نزل. هذا يعطي مؤشر لحاجتين. أولاً إنما الحالات نتاع كوفيد 19 لو كان فيه راه الأرقام هذين أعلى بكثير، يعني 14 ممكن في شهر 6 تلقى 20 30 40، مما يعطيك فكرة أن ممكن يكون في إصابات لكوفيد حتى ولو كان النتائج المخبرية سالبة، لكن تعطيك فكرة أن راه هذين ممكن يكون الحالات كوفيد لا قدر الله لو ارتفع عدد الحالات. الحاجة المهمة الثانية أن الإنفلونزا الموسمية تبدأ في ليبيا في شهر 11 وتنتهي في شهر 4، ومعدل الحالات عادة يتراوح من أكثر من 20 إلى 30 حالة في الشهر. شوفوا في شهر 4 أتوقع أن يكون كان عندنا 30 أو 40 حالة أو 50 حالة من الإنفلونزا الموسمية، بس هذا على نطاق تقريبا مليون شخص الببليش، نزل إلى 14 حالة. يعني الإجراءات الاحترازية ما أثرتش على كوفيد 19 فقط، أثرت حتى على باقي الأمراض التنفسية اللي هي منها الإنفلونزا الموسمية، وهذا إنجاز ضخم. الشيء اللي حنستفيده نحن، إحنا كل شهر حنديروا الخريطة هذه وحنشوفوا عدد الحالات تاع الأمراض التنفسية في كل شهر. بمعنى لو كان في أي زيادة طارئة ومستمرة لحالات أمراض جهاز تنفسي، هنا نعطينا علامة تحذير أن راه عندك نشاط فيروسي معين. طبعا على الأرجح يكون كوفيد 19 لو كان زادت الحالات، حتى ولو كان النتائج المخبرية سالبة، إلا هنا هي indicators أو علامة أن راه أفضل أن عندك حالات بدل يزيدها. هذه الشريحة هي الشريحة اللي اعتمدوا عليها الصينيين في أوهان. شو معناها؟ يعني في شهر 11 في أوهان كان عندهم في شهر 11 عادة مثلا يقولوا انه يشوفوا 50 حالة إصابة بأمراض تنفسية في ظرف أسبوع. شو صار لهم في شهر 11؟ فجأة الخط هذا ارتفع إلى أكثر من 100 أو 200 أو 300 حالة وعلى وقت مستمر، يعني بزيادة، وما لقوش سبب جرثومي يعني فيروسي أو بكتيري يشرح الحالات المستطردة الزايدة. فلهم لما داروا التحاليل الخاصة به في البنل انتع الفيروسات، اكتشفوا الفيروس الجديد اللي هو كوفيد 19 أو نحن نسمو فيه سارس كو 2 اللي هو سارس كورونا 2، نحن نسمو فيه بالاسم هذا بس على الأقل هو في العام موجود يعرف به الكوفيد 19. إذن الشريحة السابقة والشريحة هذه من أفضل الشرائح العلمية اللي قاموا بها جماعة الرصد والتقصي باش نعرفوا بيها ان نحن نجحنا ولا لا. نعم نجحنا في الاجراءات الاحترازيه والنتائج واضحه وما تحتاجش الى اكثر من شرح هذا. والحاجه الثانيه ان نعرفوا لو في المستقبل بدنا يطلع عن عدد حالات ازيد، فان هذا معناها علامه تحذير ان نحن راه ممكن قاعدين نشوف في حالات كوفيد جديده. المسح الوبائي لمدينه بنغازي، طبعا هذا الموضوع تاع الساعه وان الناس كلهم اللي يراجعوا فيه. طبعا المسح الوبائي لما بدينا فيه في من 2 إلى 7/5/2020 راهو كان جهد وثمرة عمل أكثر من شهر، استطاع فيها فئات من الدولة الليبية بأبنائها وصواعدها النجاح والخروج بدراسة منهجية مهمة جدا إحصائية شهد لها أو أشادت لها منظمة الصحة العالمية بالمنهجية أو بنهجية الدراسة أو مثل نتائجها. إحنا بمديتنا حطينا المنظمة معانا في الدراسة وأشركناهم في جميع الخطوات اللي بدينا فيها وأرسلنا لهم البروتوكول نتاع الدراسة.
وأثنوا عليه وبعثوا لنا برسالة مفادها أنهم هم معجبين بهذه الدراسة، وأنهم هم يقيموا في هذه الدراسة من أفضل الدراسات الموجودة حالياً في إقليم شرق المتوسط. ليبيا الدولة الوحيدة اللي قامت بهذه الدراسة في إقليم شرق المتوسط، ويأكدوا علينا أن نحن نستمر أن ندير هذه الدراسة في باقي المدن، وقالوا لنا نحن مستعدين نساعدوكم كل شيء مالياً وعلمياً في كل شيء ساعدونا، بس نحن نكملوا هذه الدراسة اللي هي بإذن الله سوف نعرف الأساتذة اللي بيحكوا لكم عليها توا. طبعاً حجم العينة بحسب توصيات المنظمة الصحة العالمية قالت 300 عينة على 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 القطر كله، على الدولة الليبية 300 عينة فقط. احنا استخدمنا 600 عينة لمدينة بنغازي فقط. رقم واحد يعطى قوة للدراسة، ومن الناحية الطبية الكلينيكية عندنا فيها جانب علمي ان شاء الله نشرحه له. اذا نحن توا حنبدا نحكوا على هذه الدراسة اللي انتم كلكم تنتظروا فيها. اول ما نقدم الاستاذ الدكتور عبد الغفار المنفي مدير المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، استاذ في قسم الاحصاء في كلية العلوم، وهو من افضل الاساتذة في هذا التخصص. طبعا الاستاذ عبد الغفار حيشرح لكم طريقة الدراسة وطريقة العينة وشرح العينة، ومن ثم حتتقدم الدكتورة أمل الفاخري أستاذ محاضر في كلية الطب قسم طب الأسرة والمجتمع، محاضر في طب الأسرة والمجتمع لاستكمال باقي المسح، وبعدين إن شاء الله حنختم بالنتائج النهائية للمسح الطبي والمعناه العلمي. يتقدم الأستاذ الدكتور عبد الغفار لاستكمال باقي الإشارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية تقدم بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا واللجنة الطبية الاستشارية اللي بذلت مجهود كبير فعلا معنا خلال المدة الماضية لتذليل الصعوبات اللي واجهت فريق العمل في المسح العشوائي في مدينة بنغازي. طبعا لما نتكلم على المسح العشوائي في مدينة بنغازي هتكلم على أهمية المسح العشوائي. طبعا كان فيه تساؤل دائما يدور في أذهن الناس والمتخصصين بصورة عامة، هل الوباء في مدينة بنغازي منتشر أم الوباء في مدينة بنغازي غير موجود أصلا؟ فكان المسح العشوائي لمدينة بنغازي للحالات الطبيعية، طبعا في منصوحات أخرى أجريت من قبل اللجنة، المسح العشوائي للحالات الطبيعية اللي هي موجودة في حشانة، نحن كان مهم علينا جدا أن نحن نتعرف هل الوباء موجود في مدينة بنغازي أم لا. فأجريت هذه الدراسة. طبعا الوباء كيف ما نعرفه تفشى في أغلب دول العالم، ونحن مش استثناء من دول العالم، خاصة دول الجوار الليبي بالذات اللي هو مصر وتونس والجزائر ومجموعة من الدول اللي هي الأفريقية الموجودة كان فيها الوباء منتشر. بفضل الله وكرمي على ليبيا لم ينتشر بها هذا المرض بصورة كبيرة كما حدث في دول الجوار. أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها من الدراسات الطبية الأولى في هذا المجال التي تساعد في تقييم الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة العليا لمكافحة الوباء وتحديد مدى انتشار الجائحة في أكبر مدن الشرق الليبي ألا وهي مدينة بنغازي. أهداف الدراسة، الدراسة كان فيها مجموعة من الأهداف، أولها أول هدف رئيسي فيها اللي هو تحديد مدى انتشار جائحة كورونا داخل نطاق الدراسة، والهدف الثاني تحديد ما إذا كانت هذه الجائحة قد مرت على المجتمع الليبي أو على مدينة بنغازي في الشهور الماضية أم لا. هناك البعض يقول أن الجائحة مرت على مدينة بنغازي وانتهت خلال فترة معينة، ولكن الكلام هذا كله كان الكلام في الشارع، لم يبنى على دراسة علمية، فالدراسة هذه ممكن هي حجاوب على هذا السؤال. تقييم إجراءات اللجنة العليا لمكافحة الوباء، وأيضا حتى تقييم مدى التزام
اللي هو أفراد المجتمع الليبي بالإجراءات التي اتبعت. طبعا منهج الدراسة، نحن اتبعنا في منهج الدراسة مناهج علمية دقيقة في أخذ العين، سواء كان في أخذ العينات أو في تحديد حجم العينة أو في عدة أمور. طبعا نحن نعرف أن العينات في مجموعة اعتبارات لازم نحن نراعيها لما نأخذ العينات، منها اعتبارات علمية ومنها اعتبارات لوجستية ومنها أو مالية نقدر نقولها، ومنها اعتبارات أخلاقية. نحن لما بدينا مع في العمل مع اللجنة العليا أو اللجنة الطبية الاستشارية أو الاستشارية الطبية، كان الوباء مش عارفينه هل موجود ولا مش موجود، فكانت هذه نقطة مهمة جدا حتى في دراستنا، يجب أن تكون عينتنا في نطاق أكثر انتشارا. في نفس الوقت يجب حتى علينا نحن نراعوا خصية المرض وأنه هو ممكن ينتقل من شخص إلى آخر، فكانت كل يوم كنا نسأل في اللجنة لما نحن نشتغلوا على مجموعة معينة، نسأل في اللجنة شو النتائج اليوم السابق، وكان يعطونا نتائج إيجابية كنا نستمروا في اليوم اللي بعده. طبعا الطريقة اللي نحن اتبعناها أو الطريقة المنهجية اتبعناها مع أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية في السابق، أجرينا عليها بعض التعديلات حتى يتم انتشار العينة على مستوى كبير في مدينة بنغازي. طبعا المنهجية المتبعة اتبعت عدة خطوات، أولا تصميم الدراسة، ثانيا التحليل الديموغرافي، شنو هو التحليل الديموغرافي دي منطقة الدراسة، وبعدها تعريف العينة وتحديد حجمها، ومن ثم الخطوة الرابعة تدريب وتأهيل الباحثين، وهذا من جودة العمل الميداني أن أنت تأهل وتدرب الباحثين الميدانيين. سواء طبعا الباحثين الميدانيين عندنا مش أن باحث اجتماعي أو باحث اقتصادي، لا، حتى فيه ناس من الكادر الطبي والطبي المساعد، وتعرفناهم في التدريب على استخدام جداول اختيار المبحوث. الخطوة السابقة الخامسة كان الفحص المسبق للاستبيان، والخطوة السادسة ترميز المتغيرات وإدخالها في الكمبيوتر أو في البرامج الإحصائية، والخطوة السابعة كان التحليل الاستراتيجي للمؤشرات. طبعا نطاق الدراسة ومعلومات عامة، نحن لما اشتغلنا في الدراسة قسمنا مدينة بنغازي إلى أربع مجموعات حسب الاتجاهات، شمال غرب أو شمال شرق وأسف شمال جنوب وغرب شرق، وحاولنا التقسيم هذه نأخذ من كل منطقة أو من كل تقسيمة عدد مناطق بطريقة عشوائية. طبعا يعرفوها جماعة الإحصاء كيف الطريقة اللي هي بي بي أس أو يسموها طريقة شنو بي بي أس اللي هي تناسب مع حجم العينة، ومن كل منطقة اخترنا مجموعة من الأحياء بشكل عشوائي، وكل حي اخترناه حددنا نقاط فيه نقاط بداية اللي هي هذه تعتبر عندنا نقطة البداية اللي يشتغل فيها الباحث، وبنفس الأسلوب يعني الحي اللي اخترناه بطريقة عشوائية قسمناه شرق وغرب، حددنا فيه نقطتين أو أكثر من نقاط البداية حسب الكثافة السكانية الموجودة في المنطقة نفسها. فكانت المدن طبعا نحن نعرف أن بنغازي تكون حسب آخر تعداد سكاني اللي هو في 2006 عدد المناطق فيها 33 منطقة وعدد المحلات 50 محلة، وصلنا إلى 21 محلة غطينا فيها المسح، والمحلات المختارة كان واضحة أمامكم على هذه الشريحة. طبعا حجم العينة كان 600، الدراسة كانت فترة من 2 إلى 7 مايو، الجهة المنفذة كانت اللي هو اللجنة الاستشارية الطبية بالتعاون مع المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية. طبعا كيف التوزيع الجغرافي، لاحظوا أن العينات اللي هي بالنقاط الزرق اللي قدامكم هذه العينات أو نقاط البداية، يعني حوالي وصلنا ل 59 كلاستر يعني أو 59 منطقة أو 59 نقطة بداية على مستوى مدينة بنغازي. أي شخص ممكن يلاحظ مدى انتشار هذه العينة على مستوى مدينة بنغازي، كل نقطة كنا نختار فيها من 5 من 7 إلى 12 أو إلى 15 مفردة في كل نقطة كنا نختار فيها. طبعا النقاط اللي كنا نختار فيها كان بنحاول قدر الإمكان انتشار يكون أكثر، لأن كيف ما نعرف هذا وباء إذا كان موجود في الأسرة معناتها لا قدر الله يعني الأسرة بالكامل تكون مصابة به، إذا كان موجود في شارع فحيكون الشارع أغلبه أو الحي أغلبه مصاب بهذا المرض. فحاولنا نكبر أو نوسع المساحة شوية بيش أننا نغطي أغلب مدينة بنغازي، وأعتقد
اللي هو الخريطة اللي قدامكم موضحة مدى الانتشار العينة بتاعنا. طبعا كيف نعرفه في أي مسح ميداني باش نحكم على المسح؟ فيه بعض الطرق تستخدم. أنا ممكن نحدد ملامح العينة بتاعي قبل ما نبدأ في العينة، قبل ما نبدأ في جمع البيانات نحدد ملامح العينة بتاعي. يعني كيف؟ نقول أنا نبي 50% ذكور و 50% إناث، نبي توزيع معين، توزيع الأعمار بشكل معين، ولكن الطريقة التي تبعت في هذا المسح لم نحدد هذه الأشياء، بل تركنا التحديد للطريقة العشوائية اللي استخدمت أو الأسلوب العشوائي اللي استخدم فيه هذا المسح. وباش أنا نعرف أن المسح بتاعي كان جيد ولا غير جيد، يجب مقارنة النتائج اللي حصلت عليها أنا بالنتائج الموجودة في التعداد السكانية السابقة أو الإسقاطات. ماذا نعني بالإسقاطات؟ التوقعات المستقبلية. المركز الليبي للبحوث والدراسات الأكتوارية طبعا نعني نحن بالمتقاعدين، فلذا دائما أو المضمونين سواء المشترك ولا المتقاعد، فدائما يكون عندنا تقديرات مستقبلية لحجم السكان باش نعرفوا كيف نحن نتعامل معهم في المستقبل. فلو جينا نحن لمقارنة بسيطة جدا قبل ما تبدأ الدكتورة أمل في وضع بعض النقاط على بالنسبة للمسح اللي هو الأهداف الرئيسية للمسح، فلو جينا نحن للتوزيع اللي هو ديموغرافي للسكان، شوفوا أن التصنيف بتاعي نسبة الذكور كانت عندي في تعداد 2006 50%، 50.7. في الإسقاطات اللي نحن درناها اللي هي في 2019 50.2. في المسح اللي نحن أجريناه بدون ما نحدد معالمه كان 50.5. شوفوا مدى التقارب، وهامش الخطأ كان قليل جدا. أيضا بالنسبة للإناث كان نفس الشيء، في التعداد السكاني 49.3، في المسح أو الإسقاط كان 49.8، وفي المسح الحالي كان 49.5. هذا يعني أن هناك ثبات أن النتائج العينة اللي نحن خديناها بدون ما نحدد ملامحها مسبقا أعطتني نفس نتائج البوبوليشن بتاعنا، وهذه كانت من النتائج المهمة جدا اللي هو حسب الجنس. أنا باش نعرف أن نتائجي مستقرة ولا غير مستقرة، حاولنا العينة بتاعي 600 حاولت نقسمها إلى أربع أجزاء. الأربع أجزاء اللي هي العينة الكلية، وخديت 25% منها، وخديت 50% منها، وخديت 75% منها، وقارنت بين النتائج والجدول. هذا يعطينا اللي هو حجم العينات اللي اخترناها. بعد كملنا اخترنا 25% كانت نسبة الذكور 50.3 والإناث 49.7. لما خدينا 50% كان 49.3 و 50.7، لما 75% 51.1 49.9 أو 48.9 الإناث، لما خدينا 100% اللي هو تكلمنا عليها من قبل 50.5 و 49.5. هذا يعني أن نحن في حالة الوباء أو في حالة مصحات الوباء حتى لو قللت حجم العينة، بس أهم شيء تتبع الطريقة العلمية الحقيقية في اختيار العينة بتاعنا، وهذه استقرار النتائج هذا يعطينا ثقة لتعميم نتائجنا. لو جينا للأعمار حنشوفوا الأعمار بالنسبة للون الأحمر اللي هو سنة 2006، ونحن الآن في 2020 يعني حوالي 14 سنة. بالنسبة للون الأسود هذا اللي هو إسقاطات سكانية في 2019، بالنسبة للون الثاني الأصفر اللي هو عينة المسح، نلاحظ في تقارب دائما بين عينة المسح واللي هو الإسقاطات السكانية، مع الابتعاد بعض الشيء مع أنه مش ابتعاد كبير جدا مع تعداد سكان 2006، وهذا واضح أمامكم. نجو لو تكلمنا على المقارنة بين الليبيين وغير الليبيين، كانت في 2006 نسبة الليبيين في 2006 تعداد سكاني في 2006 64.1 كانت نسبة الليبيين. في المسح الحالي نسبتهم من السكان من توتال السكان أو مجموع السكان 94.9، تمام. غير الليبي كان 5.9 في 2006، حاليا 5.1، وهذه كلها مؤشرات ممكن يستفاد منها في دراسات أخرى غير دراسة المسح الوبائي. لما نجول للحجم الأسرة، حجم الأسرة طبعا في تغيرات ديموغرافية صارت في المجتمع الليبي، لاحظنا أن حجم الأسرة في تعداد السكان 2006 كان 6 تقريبا في المتوسط، حجم الأسرة في المسح كان 5.2 انخفاض، وهذا نتيجة بعض الظروف سواء انخفاض الخصوبة أو معدل الخصوبة، الهجرة، في أمور واجدة لعبت في
ان انخفاض معدل اللي هو حجم الاسره. في 2012 تذكرنا في مسح قامت به هيئه اللي هو التعداد السكاني كان واصل فيه حجم الاسره متوسط حجم الاسره الى 5.5. هنا في 2012 2020 وصل تقريبا 5. يعني النتائج هذه نقدر نعممها على مستوى ليبيا بالكامل. لا وجينا للتوزيع النسبي لعائلة المسح حسب الحالة الزواجية. طبعا لم يسبق للزواج كان في 2006 53، في عائلة المسح 42، اللي هو متزوجين في 2006 كان 42، حاليا زاد العدد بتاعهم 49، المطلقون كان 0.6 اصبح 1.9، ارامل من 3 الى وصل الى 6 تقريبا. نجول للمستوى التعليمي حتى هو غير متعلم، نتذكروا في إحصائية 2006 كان 11% اللي هو غير متعلمين، وبعد ذلك تأتي النسب بالتتابع. هذا كله يعني للتذكير فقط أن خصائص العينة اللي احنا اخترناها بدون ما نحدد ملامحها سابقا أعطت نتائج نفس نتائج المجتمع اللي هو الحقيقية، وهذا طبعا نجاح كبير بدون نحن ما نحدد المعالم المجتمع أو معالم العينة من البداية أعطتنا نتائج أنا نعتبرها نتائج ممتازة جدا. وننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر الكبير إلى اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا واللجنة الطبية الاستشارية اللي من جودة أي عمل ميداني أن يقوم الفريق بمتابعة اللي هو الباحثين على أرض الميدان. كان معنا الدكتور أحمد، كان معنا الدكتور عقيلة، كان معنا الدكتور أحمد الحاسي، كان معنا أستاذ إبراهيم، كان معنا مجموعة نزلنا لشوارع بلغازي، تبعنا الناس اللي هم اشتغلوا معنا، تبعناهم شباب كان بصراحة واعد. الأهم أن احنا كوننا فريق رائع من الباحثين سواء كانوا من الطبيين أو سواء كانوا من الباحثين الإحصائيين أو الإكتواريين يعتمد عليهم في إجراء دراسات مستقبلية. نترك الكلمة للدكتورة أمل الفاخري اللي هي بأمانة كانت عون كبير لنا في إنجاز هذا البحث. تفضل. شكرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. استمرارا لعرض نتائج المسح العشوائي اللي قمنا به، سألنا على نسبة التدخين ما بين الذكور البالغين في العينة المدروسة، وكانت نسبة التدخين 34.8% وهي مقاربة جدا لدراسة اندارت في نفس في ليبيا في 2010. كانت نسبة التدخين تتراوح من 25.5 إلى 39.2% أو 32% في المجمل. شفنا توزيع العينة على حسب فصائل الدم، كانت أكثر فصيلة دم شيوعا ما بين العينة هي فصيلة دم أي موجب، تليها الأو موجب. لو أجملناها مع بعض حتكون أكثر فصيلة شيوعا هي الأو، فصيلة دم أو تشكل 41.1%، بعدها تجي فصيلة الدم الأي اللي هي 38% من العينة المدروسة. والتوزيع هذا مشابه جدا لدراسات سابقة اندارت في ليبيا أو دراسات عالمية، إن أكثر فصائل الدم شيوعا ما بين السكان العالم بشكل عام إن الأو والأي. الأو والأي بالضبط. بالنسبة لمؤشرات الحظر أو مؤشرات إجراءات الحظر اللي فرضت من اللجنة الاستشارية من بداية عملها في نهاية أو تقريبا بعد نصف مارس، كانت المؤشرات الحظر كالتالي: السفر خارج ليبيا من بداية 1/1/2020 إلى تاريخ الدراسة كان 1.1% من العينة المدروسة عندهم قصة سفر خارج ليبيا، كانت أكثر دولة هي مصر، تليها تركيا، بعدها تونس. التنقل بين المدن الليبية، طبعا نحن من ضمن الإجراءات أن فرضنا حظر حتى داخليا يعني ما بين الدول ما بين المدن الليبية، فكان نسبة التنقل ما بين المدن في العينة المدروسة 4.1%. الشيء الإيجابي في التنقل ما بين المدن الليبية هي أن الأغلبية كانت تنقل في المدن الخالية من الوباء، يعني اللي كان عندهم قصة تنقل من بداية 2020 لمثلا للغرب الليبي زي طرابلس ولا مصراتة كانوا يشكلوا مع بعضهم 4.1% من العينة المدروسة كلها. الاختلاط بشخص مسافر حتى هي كانت ضئيلة جدا، طبعا الاختلاط على نطاق الأسرة نحن هنا سألنا، فكانت تشكل فقط 7.1% من العينة المدروسة. كذلك سألنا على الأعراض المشابهة لأعراض الكورونا، فكانت تقريبا شبه معدومة الأعراض. أكثر شيء سجل هو كان الصداع من كان
7% فقط كان عندهم صداع، بعدها حرارة 5% من العينة المدروسة، ذكر التنفس 5%، والبقية كانت أعراض شبه معدومة. في النهاية نتيجة التحاليل اللي اندارت، سواء كانت مسحات سواء كان تحليل العينات للبحث عن الأجسام المضادة للكورونا، كان جميع العينات 600 شخص المدروس كانت كلها سلبية. وهذا يعطينا مؤشرين، إن أولاً إن الوباء ما تمش انتشاره وما فيش حالات غير مكتشفة موجودة في العينة اللي درسناها أو موجودة في بنغازي، بما أن العينة تمثل بنغازي. النقطة الثانية إن الوباء ما مرش وما عندناش ضده أي مناعة. فهيك هذه نهاية الدراسة. وفي النهاية أنا نحب نوجه شكر لجميع الفرق اللي ساهمت في إتمام الدراسة هذه، من فرق إحصائية ومن فرق ترصد وبائي من شباب القطاع الصحة طبعا. شكرا جزيلا دكتور أحمد. شكرا دكتور عبد الغفار، دكتورة أمل. أعتقد الشرح كان وافي وواضح جدا. احنا الآن طبعا حنعرض عليكم نتائج البحث بالطريقة العلمية، لأنكم معظمكم يستنى ويراجي في هذه النتائج. لكن احنا في اللجنة العليا واللجنة الطبية الاستشارية، للأمانة أنا نقولها من حرصي بس على وطني وعلى الصحة الوطنية، اللجنة العليا واللجنة الطبية الاستشارية في شهر رمضان تقدر تقول أصيبت بإحباط وبعض خيبة الأمل لعدم التزام الأخوة المواطنين بالسياسات التي أصدرتها اللجنة العليا واللجنة الطبية الاستشارية، اللي هي كنتم عارفين أنتم الحظر ما بين الساعة كانت 6 و6، التباعد الاجتماعي، ابتعاد عن الزحام. ما شفناه في شهر رمضان المبارك شيء كان بالنسبة لنا احنا اللي نخدمه تقريبا على مدار الساعة علشان نحمو هذا الوطن وهذا المجتمع من هذه الجائحة. لقينا ان المواطنين شوية حسوا بالأمان الغير صحيح، الأمان يسمى فيه الكاذب، وأصبحوا يطلعوا بكميات كبيرة في الشارع وفي المولات وفي الأسواق. احنا طبعا كناس متخصصين في الأمراض المعدية ومعنا أخوتنا في التخصص الوبائيات، نعرفوا أن لو صارت لقدر الله انتشار محلي، مش الحالات اللي جاية من برا، لو صار انتشار محلي نحن لا نستطيع أن نقف هذا الانتشار، وسوف نتعامل معه كحالة مرضية واقعة وعبارة عن الناس تجي تمرض وتخش المستشفى، اللي أعراضها بسيطة يروح، واللي أعراضها متوسطة يخش مستشفى، واللي أعراضها مش عنده مشكلة في جهاز تنفسي حيخش العنايات وهيستحق دعم تنفسي أو جهاز تنفس صناعي، وأحيانا تصل المرحلة إلى عدم القدرة الصحية لاستيعاب هذا العدد الهائل اللي كيف ما تشوفوا فيه أنتم في إيطاليا وفي فرنسا وفي إسبانيا وفي أمريكا. أمريكا تجاوزت تقريبا 65,000 وفاة، يعتقدوا أن في شهر 7 الولايات المتحدة الأمريكية يحتصل 100,000 وفاة من هذا الوباء. فنحن ما نبوش نشعر بالأمان الكاذب وما نخربوش اللي درناه في 60 يوم، من يوم 16/3 إلى هذا تاريخ هذه الساعة، إنجاز علمي غير مسبوق شهد به البعيد والقريب. منظمة الصحة العالمية صحية في جميع التحدثات تاعها تأكد أن ليبيا لو انتشر فيها الوباء حيكون الأمر صعب، لكن راه هم يشيدوا بالأعمال اللي قامت بها الدولة الليبية ومتمثلة في اللجنة العليا واللجنة الطبية الاستشارية. فرجائي إذا كان يعني نصلوا لمرحلة الرجاء أن نحافظوا على هذا الإنجاز اللي هو لو فلت منا لن نستطيع الرجوع إليه. راه في فرنسا كان يتحدث معنا زميل من فرنساوي ويحكي لنا احنا خذوا الأمر باستهزاء، وصلوا المرحلة اللي انتم شفتوها. قال انتم في ليبيا صح يعني دولة اقل منا في الامكانيات، لكن الانجاز اللي درتوه لن تستطيع فرنسا دارتها. حافظوا على هذا الانجاز بقدر ما يمكن. نجو توا بس للمسح الوبائي لمدينة بنغازي. طبعا الشرح الاحصائي استاذ عبد الغفار واستاذ امل اشرحوا عليه، لكن على الاقل باختصار مجتمع الدراسة هو سكان مدينة بنغازي. طبعا هذا لا يعني بنغازي فقط، احنا باذن الله بعد شهر رمضان بإذن الله بعد شهر رمضان حنتوجه لباقي المدن الليبية الباقية،
بس حتكون عندنا أولويات، لأن في بعض المناطق نسبة الوباء نتيجة الحركة ما بين الحدود تبدأ أعلى، فالاتجاه حيكون الأقرب إلى مساعد البردي طبرق، وبعدين إجدابية الكفرة، وبعدين جميع باقي المدن الأخرى. المهم المجتمع سكان مدينة بنغازي نوع العينة عينة عنقودية عشوائية متعددة المراحل ممثلة لمجتمع الدراسة، يعني كيف ما قال الأستاذ عبد الغفار حاولنا نغطوا مدينة بنغازي بكبرها وبالعدد السكان تاعها. حجم العينة 600 شخص من مختلف الأعمار ومن جنسين، من 59 تجمع سكني أشيرت إليه. شنو التحاليل اللي درناها؟ استعملنا الحمض النووي اللي هو الـ PCR اللي هو الجهاز اللي يستعمل ريفيرس ترانسكريبتيز بوليميريز تشين ريأكشنز، والأجسام المضادة اللي هي الـ IgG IgM اللي هي الأجسام الآنية الحديثة والقديمة. نتيجة شنو النتيجة اللي طلعنا بها؟ خلو جميع العينات من الحمض النووي للفيروس من الأجسام المضادة. إذا لقينا فيروس في القاعدة ولا لقينا أجسام مضادة آنية حديثة ولا لقينا أجسام مضادة قديمة. شنو العبرة أو النتيجة؟ الخلاصة خلو المدينة حتى تاريخ إجراء هذه الدراسة من الإصابات، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة لمكافحة وباء كورونا في انتشار هذا المرض. هذه من أهم النجاحات اللي استطاعت الدولة الليبية ممثلة في اللجنة العليا واللجنة الطبية الاستشارية، نتيجة الإقفال الحدود، تنقل بين المدن، الحظر، التباعد الجسدي أو الاجتماعي، النظافة، نظافة الأيدي، لبس الكمامات في الازدحام، أدت إلى هذه النتيجة المبهرة. اثنين، السؤال اللي كان يسأل فيه الناس كلهم بفهم نحن، هل نحن تعرضنا للفيروس من قبل؟ الإجابة قالت لا، لا توجد أجسام مضادة قديمة اللي هو الآي جي جي. طبعا إذا كان ما فيش آي جي جي معنى أنت لم تتعرض لهذا الفيروس. عدم وجود أي مناعة مجتمعية ضد الفيروس. طبعا إذا خذينا النقطة هذه نقطة جيدة جدا، حتكون النقطة الأخيرة، نحن كاختصاصيين في علم علم الوبائيات أو الأمراض المعدية، عدم وجود مناعة يعرض المجتمع لعدوى شديدة لو دخل الفيروس. ما لم يكون هناك تطعيم ولا الفاكسين اللي حتى هذه اللحظة لم ينتج ومش هيكون طبعا جاهز قبل نهاية السنة أو بداية سنة 2021، ما لناش حل إلا استعمال السياسات المتبعة في جميع دول العالم، الابتعاد الجسدي أو الاجتماعي والتنقل بين المدن والنظافة ولبس الوقيات الفمية أو الأنفية حتى لا نتعرض لهذه الجائحة، وحتى السوء تكون النتائج وخيمة وشديدة جدا، في حين إن لو تعرضنا للفيروس بصورة كبيرة. ليش نحن خايفين؟ شو الخوفنا؟ الخوف الأول التزاحم اللي شفناه وحكينا عليه. الخوف الثاني احنا حالتنا الوبائية صفر لغاية يوم قبل يوم اللي دخلوا فيه اخواننا اللي هم كانوا عالقين في المدن في الدول المجاورة، لأن نحن كنا قافلين عليه روحنا في مرحلة الحالة الصفرية انتهت، ما عندناش أي أعراض للكوفيد 19. بعد دخول الإخوة اللي هو الداخلين من الدول المجاورة اللي فيها المرض، سواء كان مصر أو تونس أو تركيا، احنا ما نحن معرضين لأي حالة تدخل مع الإخوة العالقين، ولو ما درناش الحجر بالطريقة اللي قلنا عليها والتحاليل وانتشار الفيروس تبدا هذه عندنا مشكله كبيره جدا، وما عادش نقدروا بعدين نعالجوها، لان يبدا انتشار محلي صعب صعب جدا ان نحن نتحكموا فيه. في النهايه طبعا كلمه شكر لا اعتقد ان تعطي حق جميع الناس اللي عملوا في هذا المسح اولا، واللي عملوا في اللجنه العليا برئاسه الفريق عبد الرازق الدذوري والوزراء اللي معاه، رئيسة اللجنة الاستشارية العليا الدكتورة فتحية العريبي والأعضاء اللجنة اللي معاها، الرصد والتقصي، جماعة معمل كوفيد، الأطباء والممرضين في أي مكان في ليبيا، أخوتنا في صندوق الضمان وفي المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية اللي كانوا خير عون لنا وخير سند أن تطلع هذه النتائج بهذه الصورة المشرفة. أرفعوا رؤوسكم بأبنائكم، نحن قادرين على تحمل المسؤولية، لكن لازم نتحملوها مع بعضنا. نجاحنا
بأنكم أنتم تكونوا على قدر مسؤولية، نجاحنا أنكم تكونوا الإجراءات الاحترازية نعودوا تقييمها من جديد ونأكدوا عليها من جديد. بكرة إن شاء الله نشوفوكم بصورة أفضل من اللي شفناها اليوم، لأن الكلمة اللي قلناها زمان التباعد اليوم عشان بكرة أفضل، نعودوها من اليوم عشان بكرة أفضل وعشان العيد أفضل وعشان أطفالنا يردوا مدارسهم وعشان الناس ترد لأعمالها وعشان العجلة الاقتصادية ترد طبيعية. بارك الله فيكم وحفظ الله ليبيا.